دكتور جلال، دكتور جلال، 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 جلال. تحب حضرتك ترابيزه تانية؟ لا ابدا، هنا كويس. حضرتك بتدوري على حد؟ لا ابدا، بس الظهر لسه بدري على ميعاد الغدا. احنا تحت امرك يا فندم. شكرا. صادق، سيرفيس هنا واقف. حاضر. اسمك صادق؟ ايه. ايوه فندم. بتشتغل هنا من زمان؟ من حوالي 3 اشهر يا فندم. بس مش فاكره شفتك فين قبل كده. فين يا فندم؟ انت كنت بتشتغل فين؟ انا كنت في كازينو قصر النيل. انا احيانا كنت بقعد هناك. مش فاكرني؟ متاسف، ما خدش بالي. وبقالك كتير بتشتغل جرسون؟ مش كتير قوي يا فندم. قد ايه يعني؟ يعني عن اذن حضرتك لحظه واحده بس. التليفون فين من فضلك؟ التليفون قدام على الشمال. متشكر. الو، اسماعيل بيه من فضلك، قول له يكلم النادي. الو، ايوه اسماعيل بيه. لا لا لا، نادي ايه؟ انا الدكتوره ليلى. الله يسلمك، انا لقيت الدكتور جلال. بتقولي ايه؟ فين؟ فين؟ مش معقول. طب انا جاي حالا. الو، فين المطعم ده؟ عارفه. طيب هو فين دلوقتي؟ تشوف بيشتغل جرسون. كلمتيه؟ طبعا. قال لك ايه؟ قال ان اسمه صادق. صادق يعني مش جلال؟ امال نادها لي ليه؟ عشان تكذب لي عينيا ووداني وتقول لي اذا كان صادق ولا جلال. صادق طبعا. ايه اللي يخلي دكتور يشتغل جرسون؟ ممكن يا اسماعيل بيه. لا مش ممكن، لازم واحد شبهه. من فضلك اوعى تغلط وتقول له يا جلال. ليه؟ بعدين افهمك. تحت امرك. لو سمحت السيرفيس هنا بسرعه. حاضر. اصل عمي ميت من الجوع، مش كده عمي؟ ايوه، انا اصلي رياضي قديم وبجوع اوام. انا كنت بلعب كوره مع الجندي ومدكور. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا فنم مش غاوي كوره خالص. هو جلال. Thank you.
انا جايب لك مفاجاه هايله. ايه هي؟ دلوقتي تشوف. اهي. لحظه. زينب. نعم. امال فين الست؟ الست في الحمام. هتكلمي التليفون النهارده؟ نقطع عند حضرتك. طيب. اهلا يا امي. انا اسف ما قدرتش افوت عليك النهارده، عشان كده جبت العصايه وحاضره بنفسي بيها. عصايه ايه يا جلال؟ ده انت كبرت وبقيت دكتور قد الدنيا. يا سيدي انت مش فاضي، ابعت لي هشام. تحت امرك يا ست الكل، هشام وابو هشام. لا والله ايناس موجوده في الحمام. الله ينعم عليك. موجود هشام، تعال كلم تيتا قول لها ان احنا هنزورها يوم الجمعه. اهلا يا سيد. ايه هنزورك؟ هنزورك يوم الجمعه ونجيب لك معانا بسبوسه. قول لها مع السلامه. مع السلامه. يلا طيب، مع السلامه يا امي. مع السلامه. زينب قولي للست اوام، هموت من الجوع. يلا حبيبي. يلا ست. يلا يا بابي. اوي اوي اوي. انت يا حرام الكفته، انت الكفته، انت الكفته. ايه ده يا دكتور؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ احنا معلش، احنا كنا بنلعب استغماية. انا قلت 100 مره اذا كان ولا بد تلعبوا يبقى تحت في الجنينه. اه فعلا احنا غلطانين، مش كده؟ احنا غلطانين. انا متاسف. احنا غلطانين مش كده؟ اه الظاهر كده. انا هروح اصالحها. انت زعلانه؟ اوعدك بعد كده مش هلعب استغماية. انت مدلع الولد قوي. اعمل ايه؟ بحبه. مش للدرجاتي. انت غيرانه منه؟ نعم. ولا تزعلي، انا مستعد دلوقتي اقفل الباب وادلعك انت. جلال على بالي الكفته ما تبرد. وبعدين معاك. هاتي بوسه الاول. تسمح تخرج بره؟ حاضر، بس اعملي حسابك الليله هخلص العياده بدري. انا تعبانه. نشرب كاس النبيت. لا حرام عليكي، بقالي شهر ما شربتش نبيت. تصعب عليا قوي لما بتتمسكن. ده انا مسكين وشقيان. طب خلاص هنشرب نبيت. مين؟ انت لسه بتصالحها؟ ايوه. طب قوم احسن الكفته هتبرد.
الاباجور اللي عندك. نور الاباجور اللي عندك. ليه؟ الجواب ده وصل النهارده الصبح. جواب ايه؟ من لندن. افتح، يمكن في حاجه مهمه. اهم من اللي احنا فيه. مش هياخد منك دقيقه. دقيقه دلوقتي ليها تمام. يوه افتحي بقى يا جلال الله. ده من لندن كاني كنت عارفه اللي مكتوب فيه. يوه. طالبني تاني وبالحاح وزودوا المرتب. وايه رايك؟ في ايه؟ تروح تشتغل في لندن. طيب نتكلم في الحكايه الصبح. هتقول اه ولا لا؟ ما انا قلت قبل كده لا. لا ليه؟ عايزه افهم. لا انا ناجح جدا في شغلي. هناك هتنجح اكتر. ايش عرفك؟ انا شايفه كده. انت شايفه غلط وانت صح. انا ادرك ظروف عملي ومستقبلي. خلاص نقفل الموضوع ده. طيب قدامنا شهر بقى على ما. على ما ايه؟ ولا حاجه. لازم على ما اوصل. اشمعنى ليلى هي اللي بتكلمك؟ اولا لجنه المساعده بتاعتي، ثانيا هي نبطشيه الليله، وثالثا الحاله عسره والست في بطنها اتنين. مش تسمع كلامي وتسافر لندن اريح لك؟ انت عايزاني ابعد عن مصر لاسباب تانية. زي ايه؟ متاسف ما عنديش وقت، الست فيها الطلقه. في عيل تاني؟ مش خلاص يا بنت والحمد لله. لا لسه في العيل الثالث. ثالث؟ ثالث ايه؟ لا مش ممكن، الدكتور لازم غلطان. ثلاثة؟ مستحيل، هي ميتي كلها كان. وحياتك يا بنتي، قولوا للدكتور كفاية كده. هو بيدو يا أستاذ. قولي له اقفل ومالوش دعوة هو. يا ناس يا عالم، ثلاثة وأربعة يبقوا سبعة. سبعة يا ناس يا عالم. ده لسه في كمان. الله حي الرابع جاي. الأطفال يتنقلوا الحضانة. حاضر يا دكتور. سميحة، أنت شغلتك الأطفال وبس. ما تتنقليش من جنب الحضانة. واعملي نبطشية مع كمية. حاضر. الحمد لله على سلامة. الحمد لله على سلامتك. تولدي خمسة ليه؟ شايفة انا تتحسني؟ شد حيلك يا راجل. وانت دكتور بتعمل فيها كده ليه؟ هو انا اللي عملت يا اخي؟ ما انتوا الحق عليك. ليه الست ما بتمنعش؟ غلبت يا دكتورة، اقراص وما اشبه، ما فيش فايدة. امنع انت؟ ازاي؟ لا بعدين بقول لك. مبروك يا جلال. أظن إناس مزعططة. دكتور جلال موجود؟ الدكتور مش موجود. طب من فضلك لما يجي قولي له مدام فوزي بتقول لك مبروك. ألو؟ من فضلك عايز أكلم الدكتور جلال. الدكتور في العيادة. وزي ما بيقولوا ورا كل رجل ناجح امرأة عظيمة. فعلا هي طول عمرها كانت عظيمة. كانت بطلة الجمهورية في التنس
وكانت عزف بيانو ممتازة. ونسيت السباحة؟ أيوة فعلا، هي كمان كانت بتستعد لعبور المانش. أنا لو كنت عديت المانش، وأكيد كنت هعدي، كنت ضربت أكبر رقم قياسي. بس يا خساره بقى، جه جلال وشدني من الميه واتجوزني. قبل ما اتجوز كان كل يوم ليا صوره او ريبورتاج، مش بس في مصر، لا في العالم كله. ويا ترى بقى كان شعورك ايه لما سمعت ان الدكتور جلال اجرى عمليه ولاده لخمس توائم؟ في الحقيقه شعوري كان عادي جدا، جلال ما عملش معجزه ولا حاجه. ده تواضع ولا ايه يا فندم؟ لا ابدا، دي صراحه. هو ولد عيل اتنين، وبعدين كان كل ما يفحص ست يلاقي عيل يروح منزله. لما خلصت العيال خلصت العملية. ولا ايه يا جلال؟ كده برضه. يعني لو كان دكتور مبتدئ كان قدر يقوم بالمهمة الصعبة دي؟ بتهيألي. ولا ايه يا جلال؟ ممكن. دكتورة ليلى، ايه رأيك في الكلام ده؟ الدكتور جلال انسان عظيم جدا، وسر نجاحه التواضع الشديد. العملية يمكن تبدو بسيطة، لكن الأم اللي ولدت خمسة صحتها كانت ضعيفة جدا، وتعرضت للموت أكتر من مرة في أوضة العمليات. لولا يقظة الدكتور جلال، ولولا إيمانه وإخلاصه، وعملية زي دي ما بتنتهيش في أوضة العمليات. الدكتور جلال قعد أيام وليالي سهران جنب الأم والأطفال، وتاريخ الطب بيقول إن الأم ممكن تولد أربعة أو خمسة، لكن نادر جدا إن هم يعيشوا بصحة جيدة. لسه يا ماما. يلا يا حبيبي عشان تنام. مش جايين نوم. سينك قديم. يلا. عبد العزيز اديني الدكتور اوام. نزل امتى؟ طب متشكرة. بابي جه. اهلا هشام. اهلا حبيبي. انا شفتك في التلفزيون يا بابي. كده؟ هو اتذاع امتى؟ خلص من شوية. كنت كويس قوي يا بابي، والدكتورة ليلى كانت حلوة خالص. انت مش هتنام يعني؟ ادخل نام يا حبيبي، تصبح على خير. هي ليلى قصدها تسافر رأيي؟ ليه لا سمح الله؟ أنا قلت الحكاية كلها حظ. مظبوط. أمال ليه بتلغي كلامي؟ أهو ده رأيها؟ يعني تكذب؟ لا هي ما كذبتش، هي قالت اللي حصل بالظبط، واللي أنا شخصياً ما رضيتش أعلنه في أي مناسبة. مساء الخير. هي بتحبك؟ نعم. أنت سمعت السؤال كويس. هي عارفة اني متجوز. وزينا؟ واني عندي ولد بالدنيا كلها. يعني الولد هو المانع الوحيد. مانع من ايه؟ ما تفكرش اني بغير عليك. انا ما بفكرش بحاجة ابدا. انا بحافظ على كرامتي. يا ستي والله كرامتك محفوظة جدا. البنت دي تسيب المستشفى. بنت مين؟ اللي اسمها ليلى. بس دي دكتورة زيها. تبقى انت تسيب المستشفى. على فين؟ معرفش. طيب انا عندي فكره، ايه رايك اسافر لندن؟ انت بتتريق؟ هتشوف. هتسيب البلد يعني هتسيب البلد. انت واثقه من نفسك زياده عن اللزوم. انت فاكر طبعا انا اتجوزتك ازاي؟ قلت لوالدك بابي انا عايزه اتجوز. ورفض. وصممتي لحد ما نفذت اللي في دماغي. كان ليه ده كله؟ كنت عاجبني. عشان كنت دكتور صغير، حته طبيب امتياز في القصر العيني. انت متضايقه عشان انا بكبر، عايزه تفضلي طول عمرك انت الاكبر والاشهر. اسمعي، لما هبقى اكبر دكتور في البلد، انا برضو جلال ابن الحاج متولي، وامي لسه ساكنه في المنيره. ده انا جوزي كنت امي ابني، بكبر لمين؟ بشتغل ليل نهار. انا بقالي 24 ساعة لسه واقف على رجلي، ما عادش لحد دلوقتي. ايه
تضحك ليه تتضايق تغضب تزعل اضحك دايما وافرح والعب يلا ادخل نام تصبح على خير شهور وعايزه انزل الجنين حاسه بتعب ولا حاجه لا لكن ضروري انزل متاسف ده ضد القانون ما اقدرش الا اذا كان استمرار الحمل فيه خطر عليك مين اللي مش عايز انتي ولا جوزك هو عارف انك حامل هو اللي مصمم انه ينزل يبقى خلاص مفيش مشكلة أنا بحب جوزي ومش عارفة ازاي قمت لأول مرة ولسوء حظي حصل حمل من يومها وأنا حاسة إن الجنين جمرة نار بتحرق في جسمي وأعصابي أرجوك يا دكتور أرجوك تريحني منه أنا ممكن أخليه وجوزي ما يعرفش لكن أنا عارفة مساء الخير يا ناس اهلا يا جلال اهلا يا عمي اهلا اهلا كل سنه وانت طيب وانت طيب يا حبيبي اهلا يا جلال اهلا اهلا مساء الخير مساء الخير اهلا اهلا ازيكم جميعا اتفضل اهلا لمؤاخذه يا ناس اتفضلي كملي معلش كفايه كده ايه ناس طول عمرها كده لما تقول كلمة هي الكلمة لما كانت طفلة صغيرة وتعوز لعبة مثلا تروح متمرغة في الأرض ومفرهضة من العياط لحد ما نجيب لها اللعبة وبعدين تكسرها بعدين في ساعتها وحياتك انت بتبالغ قوي يا بابي سكوتي ده انت كنت مغلبانة الله يكون في عون اللي عاشرك بتخليك معايا يا جلال بالعكس الناس لطيفة جدا ما بتشربش ليه؟ معلش مش عايز مالك؟ لا سلامتك ايه صحيح؟ اسمع يا جلال الليلة دي عيد ميلادي عقبال 100 سنة إن شاء الله ورحمة مامة إناس إن ما كنتش تقول مالك ما أنا طافي الشمع ولا واكل من التورتة ولا لا أبدا يا عمي مفيش حاجة أصل في واحدة جاتني العيادة وربكتني خالص طب ما تربكنا معاك هي ست حامل طلبت مني أنزل لها الجنين رفضت طبعا اتضح انها خانت جوزها وضميرها بيعذبها وليه ما رضتش تنزل الجنين ما انت عارفه ان ده ضد القانون يعني تخلف ويفضل الطفل ينغص عيشتها والله هي تستاهل بقى طب والزوج ذنبه ايه ما هو الزوج مش هيعرف مش هيعرف وهيعرف ازاي من شكل الولد مش شرط ان الولد يطلع شكل ابوه افرض يا دكتور ان الزوج شك مجرد شك ما يقدرش يوصل للحقيقه ازاي بالتحليل التحليل لا يؤكد ابدا انك ابو ابنك لكن ممكن يؤكد انك مش ابوه نفرض ان فصيله الام طلعت او والولد ايه لو كان الاب ايه يبقى محتمل يكون ابوه ويحتمل ليه بقى عشان في رجاله كتير غير الاب فصيله دمهم ايه مفهوم الدم وإذا كان الأب يطلع أو الأب أو والطفل إيه يبقى قطعا مش أبوه يعني مفيش أب يقدر يتأكد من أبوته لأولاده الله أكبر يعني إحنا أبهات كده سبهللة يا عمي دي مشكلة خالدة الأب الوحيد اللي تأكد من أبوته لأولاده أبونا آدم لأنه ما كانش في راجل غيره على وجه الأرض إذا كل راجل عايز يريح دماغه يفترض إن مراته مخلصة أقول لكم
نقوم نتعشى بقى. اتفضل. اتفضل. دكتورة ليلى على التليفون. طيب حاضر. طبيبة حصلنا. حاضر. ايوه دكتورة ليلى. طب انا جاي حالا، مسافة السكة. مع السلامة. على فكرة يعني الا هو كان طرح الموضوع ده لك. ايوه. متأسف يا اسماعيل بيه، في حالة مستعجلة في المستشفى. كنا عايزينك تطفي الشمع معانا. معلش، هنا عيد ميلاد وهناك عيد ميلاد برضه. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. هرجع لك عشان نبقى نروح سوا. عن اذنكم جميعا. مع السلامة. مسكين. مش جلال؟ لا، ابو الطفل اللي هيتولد. دلوقتي تلاقيه رايح جاي قلقان، بيشرب سيجارة من سيجارة، وهو مش عارف اذا كان الولد ابنه ولا لا. الولد ايه وهو اوه، الولد اوه وهو ايه، اوه ايه، اوه دي حاجة تلخبط بقى. لسه ما ابتديتيش يا حبيبي؟ العملية قيصرية والخلاصة بقى العيش. فيهما؟ في نزيف. شيء طبيعي. بس يعني حضرتي نقل دم؟ جاهز. انت ساعدتيني في الحالة دي عشرات المرات. ايوه يا دكتور، بس وجودك مهم. لسه مش واثقة من نفسك. دي أول مرة بقى. في أول مرة لكل حاجة، يلا على طول عمليات. ما تحلقيش فيا كده، الثواني دلوقتي اعتمد. دي حياة أم وحياة جنين. يلا مستنية إيه؟ وزي ما قلنا كتير، كويك ان اند كويك اوت، تفتحي بسرعه وتطلعي العيل بسرعه. واقفل بسرعه. يلا انا منتظر بره وعايز اسمع صريخ العيل حالا. ربنا معاك. الو، مساء الخير يا فندم. لا، دي الدكتوره ليلى هي اللي جوه في العمليه. الدكتور جلال؟ لا، ده قاعد مستنيها بره لما تخلص. فينتي ايه؟ اللي شفته. طب تسمحي لي اشرح لك الموقف بالظبط؟ دكتوره ليلى غابت في العمليه، طال انتظارك. لما خرجت ما قدرتش تحوش اعصابك، حضنتها وبوستها. ده من وجهه نظري، لكن الحقيقه اني غلطانه وانت حر في تصرفاتك. انا تصرفاتي سليمه ولازم تفهمي كده كويس. من غير زعيق، الدنيا ليل والولد نايم. ما تقلع هدومك ويلا ننام. بتقولي ايه؟ مسامحاك. مفيش زوجة في الدنيا تشوف جوزها بيبوس واحدة تانية وتبقى أعصابها بالبرود ده. أنا بحافظ على بيتي. تعيشي معايا وأنت معتقدة إني بخونك؟ عشان ابني هشام، ما تقلع هدومك. طيب لو عكسنا الموقف وكنت أنا اللي شفتك في الوضع ده. بخونك يعني؟ مثلا. ومثلا ليه؟ أنت فاهم إن الرجالة بس هما اللي أشقية؟ أنا أعرف واحدة متجوزة بقالها 15 سنة. وكل شهرين ثلاثة مع واحد، ومخلفين عيال حلوين قوي زي هشام كده. عايز تقولي ايه؟ بفكر لبعيد ليه؟ انا بقول مثلا انا ما اقدرش اعيش مع واحدة توافق اني اخونها، لان ده بيدي لها الحق انها تخوني. ده يبقى اتفاق غير مباشر بينهم على التساهل والصهيرة. انت بتشك فيا يا جلال؟ اشمعنى انت؟ اللي شفتيه ده مش زي ما اتفقنا، صدقيني. تعالى ننام تعالى. من شهرتهم الستات اللي اعرفهم ده شيء طبيعي، لكن اخونك وتقولي لي تعالى انا من جنبي، لا
ده معناه انك ما بتحبنيش. تصرف غريب وخطير. مش الطافية، خد النفس كويس، طلعه من مناخيرك. ايوه كده. معلش معلش، هسه كده وخد كمان نفس واكتمه. كان يجرى ايه لو العالم ده اتخلق من غير ستات؟ ما كنتش هتلاقي حد تولده. قول لي يا سليم، انت طلقت مراتك ليه صحيح؟ الله، ما بلاش السيرة دي بقى. احكي لي بس، ما انت هترجع لقلب للصبح. كانت ليلة من ألف ليلة. استلقطت وقعت على أزاز الكورفوازيه من اللي هي، وشككت كيلو تفاح على سجارتين متكوكين من اللي هم، وقعدت أنا كده وهي كده، كل ما نشرب ونمس تزيد في عيني جمال ولطاف، بوسة من هنا بوسة من هنا. وبعدين؟ كان هيغمى عليها. بتموت فيا. ها؟ من شوقي، من لهفتي، خدتها بالحب، قرصت عليها شوية، قالت لي أي خص عليك يا حسن. حسن؟ حسن مين؟ هو ده بقى السؤال اللي فضلت أسألها لغاية الصبح. ألسحها القلم وأقول لها حسن مين؟ أدبها البنية وأقول لها حسن مين؟ طلع النهار فرهطت وعرقت وبصوت ضعيف مبحوح منكسر، قلت لها روحي روحي وانت طالقه. الحمد لله يا جلجل اللي مخلفتش منها. تصور بقى لو كنت خلفت منها كنت هخفش غل في الواد، كنت هحطه قدامي واقول له مين حسن يا ابن الكلب؟ مين حسن؟ مين حسن مين حسن يا مين حسن يا ابني؟ مين حسن؟ مين؟ هشام فين يا زينب؟ نام مع والدته. ليه؟ هي قالت من هنا ورايح ينام معاها. تحضر لك العشاء يا دكتور؟ لا تصبح على خير. حبيبي.
مش عارفه ايه اللي جرالي. مره واحده كل يوم سهر للصبح ويجي بيتطوف. جلال بيشرب للدرجه دي؟ والله اعلم ايه اللي بيشربه. الكلام ده مش معقول ابدا. ده تمرجي العياده كلمني عشان يسال عليه. ليه هو ما بيروحش العياده؟ قفلها اسبوع. ليه؟ هو جرى ايه؟ الدكتور سرحان على طول وما بقاش عنده صبر للشغل. مش ممكن، لازم في سبب. بيشك فيا. بتقولي ايه؟ قال لي كده بصراحه. مناسبه ايه؟ من غير مناسبه. ابتدى ينام لوحده في اوضه المكتب، حتى هشام اللي روحه فيه ما بقاش طايقه. ايناس. ايوه يا بابا. يكونش جلال يبقى معذور. هو فعلا معذور. معذور؟ ايوه، شغله يا بنتي، الحالات اللي بتمر عليه. فاكره موضوع الحامل اللي قالنا عليه يوم عيد ميلادي، الست اللي بتحب جوزها وخانته، فاكره؟ دكتور جلال. الكشف جاهز. مين؟ سميره هاني. في حد غيرها؟ ثلاثه كمان. طب اعتذر لي، دي له مواعيد الاسبوع اللي جاي، اجل كل المواعيد. حاضر. الو، ايوه يا سليم كده؟ لا انا جاي. عايز انام. بلوتك مظلوم. ومين الظالم؟ حرم الماسون. بتحبها؟ ام عيالي. وهي بتغير عليا. منكده عليك؟ ليلاتي لازم فلاتي. مظلوم والله. حضر لنا شراب عناب بعدد الحاضرين وما تحسمش نفسك نفر. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ونص. اخزى الله يخيبك، انا هعده. برع واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة. مش ممكن، في واحد ناقص. احنا ثمانية، التامن راح فين؟ انت التامن يا ابو السلاطين. انا نسيت نفسك وما عدتهاش كده.
نعد تاني. واحد. مين؟ ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. الله. خبر زيد. احنا زدنا واحد. السلطان ما تروق. أنت عديت نفسك مرتين. مرتين؟ بتقولوا مرتين؟ ليه؟ واحنا عددنا كام؟ ثمانية. طب نخصم اتنين من ثمانية يبقى الباقي كام؟ ستة. كويس كده، قد احنا بقينا ستة. الاتنين راحوا فين؟ احنا اهو. انتوا مين؟ انا سليم. وانا حاسس. الحمد لله. انا مفيش حاجه تروح عندي في البيت ده ابدا. ولا ايه يا حسن؟ حسن، حسن يا ابن الرفضي. العزيز، الدكتور ما جاش عندك؟ ما جاش خالص. والدكتورة ليلى ما جاتش الأخرى. طيب شكرها. منزل الدكتورة ليلى؟ الدكتورة موجودة؟ لا، أنا أصلي اتصلت بيها بالمستشفى ما لقيتهاش. لا معلش، هتصل بيها بعدين. شتي. Thank you.
حبيب قلبي وحشني موت. انت كمان وحشتني يا بابي. يلا يا هشام معاد المدرسة. من اذنك يا بابي. مع السلامة حبيبي. اسمع، انا هفوت عليك في المدرسة. عارف ليه؟ ليه؟ عشان ابوسك واشبع منك. يا اخي انا ما بشبعش منك ابدا. هشام صباح الخير. اهلا. انا مسافره اسكندريه يومين. عشان هغير هوا. وهاخد هشام معايا. والمدرسه هاخد له اجازه. يلا يا هشام، دادا مستنياك. يلا عن اذنك. انت ايه حكايتك بالظبط؟ تسافري يسافر معاكي، تنامي ينام معاكي. لازم تفهم ان هشام ابني زي ما هو ابنك. احنا هنفضل في النقرد على طول؟ بتسألين انا؟ عندك حق، انا غلطانة. ابتديت تكره البيت وتسهر ليلاتي للصبح. انت مش مرتاح يا جلال. فعلا. والحل؟ الحل في ايدك انت يا هانم. الحل دايما في ايد الراجل. عايزاني اطلقك؟ اللي تشوفه. حاضر. هطلقك واخلص من قرفك. هشام هيعيش معايا طبعا. معاكي؟ طبعا. الأم أقرب للطفل من أبوه. أنت اللي بتقول كده. بقول إيه؟ أنت متأكد إن هشام ابنك؟ متأكد طبعا. بتهيألك. أنت بتنكتي؟ مش عرفك إني كنت مخلصة لك. للأسف إنك مش قادر تفهم. تعالي هنا. أفهم إيه؟ أنت غبي. فرض واللي قلتيه ده صحيح، فهل معقول انك تصرحي بيه بالسهوله دي؟ انت عارفني كويس، ما بخافش من حاجه. ولا الفضيحه؟ الفضيحه انت اللي هتعملها. انا؟ اذا استمريت في عنادك. الكلام اللي بتقوليه ده جد؟ هشام مش ابني؟ تقدري تثبتي الكلام ده؟ كل اللي هعمله اني هعلن اسم ابوه الحقيقي. اسكتي! مع تفاصيل الخيانه اذا حبيت. أحسن لك تطلقني من سكات. أنا بحب جوزي ومش عارفة ازاي مامته لأول مرة وسوء حظي. حصل حظي. من يومها وأنا حاسة إن الجنين جمرة نار بتحرق في جسمي وأعصابي. أرجوك يا دكتور، أرجوك تريحني منه. أنا ممكن أخليه وجوزي ما يعرفش، لكن أنا عارفة، أنا عارفة. هي شكه بسيطه قوي. خلاص طيب يا دكتور سمير،
انا في انتظارك في مكتبي، ارجوك اتصل بيا. طب حاجه ساعه علشان معلش وقت تاني. يلا مع السلامة. عشان ايه يا صافي خدناني الدم؟ عشان ايه يا صافي خدناني الدم؟ صباح الخير يا دكتور جلال. صباح الخير يا دكتورة ليلى. أنا عاوز أتفرج على المستشفى يا بابا. تسمح تسيبهولي؟ أنا هفرجه على المستشفى. طيب أنا في المكتب. التحليل لا يؤكد أبدا إنك أبو ابنك، لكن ممكن يؤكد إنك مش أبوه. دكتور سمير وحالك؟ ايوه سمير. طيب انا في انتظارك. شكرا. نفرض ان فصيلة الام طلعت او والولد ايه، لو كان الاب ايه يبقى محتمل يكون ابوه. ويحتمل ليه بقى؟ عشان في رجاله كتير غير الاب فصيلة دمهم ايه. مفهوم. يا دكتور جلال، طف المستشفى كلهم بيقولوا انه احلى منك كده. دي حاجه تبسطني. انا اتفقت مع هشام نتغدى سوا النهارده. معلش احنا هنتغدى عند والدتي. ما دام عند الست الوالده خلاص اتاجل انا بقى. يلا يا هشام على اذنك. وعامل ايه في المدرسة؟ شاطر قوي قوي قوي. مالك يا جلال؟ سرحان في ايه يا بابا؟ اول مرة احقق في صورة والدي. ده انا شبهه تمام. كلك هو الخالق الناطق. من صغري؟ من وانت قد كده؟ تقريبا وانا عندي كام سنة. كم سنة؟ من قبل ما تكمل سنة. يعني كنت شبه والدي تمام؟ لا مش تمام، كان ناقص لك شنب. كل الأولاد بيطلعوا شبه أبوهم. أمال يا ابني، ولاد الحلال. طب واللي ما يطلعش شبه أبوه؟ يبقى واخد من والدته ولا من حد من العيلة. مش بيقولوا الولد لخاله. يعني زي هشام كده. وريني كده؟ يا أختي، هو جمال هشام على حد. لا صحيح حنينة، هو شبهي ولا شبه مامته؟ عايز الحق؟ هو في من المرحوم والدك كتير قوي. يعني ما فيهوش حاجة مني. يمكن الشعر، ولو ان شعر هشام احلى وانعم من شعرك. مش كده يا حبيبي؟ لا شعر بابا انا. ايه هو احنا هنكذب على ربنا؟ اما قوم استعجل ام محمد، احسن زمانكم جوعتوا قوي. انت متاكد ان هشام ابنك؟ ايوه
افندم. اقعدي. لو قلت لك اني هسافر لندن تقولي لي الحقيقه؟ حقيقه ايه؟ انا بقالي ايام ما نمتش. انت عايزه توصليني ليه؟ انا مش قادر استحمل اكتر من كده. الانسان مهما كان ارادته محدوده والنتيجه حاجه من اتنين، يا هتجنن يا انتحر. مش ممكن تنتحر. انا عايش لابني. تفتكر الانسان يقدر يواصل حياته من غير حاجه يعيش عشانها؟ يعني انت دلوقتي بترفع الرايه البيضة؟ لا، انا بعرض الصلح. وايه شروطك؟ تقولي لي بصراحه الحقيقه، كل الحقيقه، واوعدك اني اسامحك. اعترف بجريمه ما عملتهاش؟ ما تخافيش، احلف لك بالله بابني ده اذا كان ابني، مش هفضح سرك ابدا. مفيش راجل ينشر عاره على الناس. انت اللي اعترفت بالخيانه وانا منتظر التفاصيل. انت مستعد تصدق فيا ايه؟ الاخلاص ولا الخيانه؟ الاخلاص حاله لا يمكن اثباتها، لكن الخيانه ممكن اثباتها بسهوله. انت عايز تثبت ادانتي وتشهر بيا وتحطمني. انا ما اقعش في المصيده دي. اذا كنت غلطت وخنتيني هطلقك وهتاخدي الولد طبعا. مش معقول هتمسك بطفل من راجل تاني. تصبح على خير. انا افتكرت لما سافرت اوروبا في مؤتمر قعدت 20 يوم، ولما رجعت لقيتك مصيفه في اسكندريه في كابينه ناس قرايبك. بعد ما رجعت بايام قلت لي انك حملتي في الولد. مين ابو الولد؟ انت. مسها على عيونك الكويسة. على رأي المثل يا جماعة،
الطفل المجنون ينسطر ويقوم. ما هو بدري يا سحاب. معلش بقى ابو السلاطين، اروح بدري عشان اشقر على العيال. العيال فيه ولاد يا حبايبي، بذاكر لهم عقبال عندك. واحد في الاعداديه، الثاني في الثانويه، الثالث في معهد السلنسلكي. قصدك ال سلكي؟ اسلم مخك. طب والرابع؟ رابع ايه؟ الولد الرابع. ماله؟ تعالي ببص. مدرسة ايه؟ ده انا اللي بسألك. بتسأل عن ايه؟ خبايص من عن الولد الرابع فين؟ الولد الرابع انا مش عارف يا سلطان. ازاي ده؟ اصلا انا مخلف ثلاثة باش. تصبحوا على خير. تمنال تمنال قطع دراعي، هتروح تلاقي العيال نايمين زي بعضه، يذاكر لمراته ويجيب لنا الحي للرابع. السلام. البنون زينة الحياة الدنيا يا اخويا. العبارة يا سجلال، ما هي حاجة تفطس من الضحك بقى. عايز تجيب العيل الرابع وتقول ولادي حبايبي. الله، طب وفيها ايه دي يا جلجل؟ يا راجل قول ولاد مراتي. مش فاهم. قول لي انت كل عيالك شبهك؟ لا، هما طلعوا مشكلين. اتنين طالعين سمر زيي، والتالت قمح لامه. طب والابيض؟ الابيض الابيض. الله، انا ما عنديش حد ابيض. هيحصل. الرابع هيطلع ابيض. انت قصدك ايه بالظبط؟ لا ما تدقش ده كلام ابن عم حديد. لا يا صاحبي، كل الكلام وله اصل. جوتا الشاعر الالماني الشهير قال: على الرجل ان يثق في بنوة اولاده. حد يقدر يثق في حاجة ما دام الامر متعلق بست؟ ست. عارفين يعني ايه ست؟ ستات مش زي بعضيها يا سيجلال. كل الستات صنف واحد. جلال؟ عيب يا جلال. قال النبي حزقيال: من ذا الذي يستطيع ان يقول انا من صلب فلان؟ الاحمق الذي يقول هذا ابي. الله 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 الله. ما مات ست وهم. افهم يا سلطان، انت حابس مراتك فوق ليه؟ عشان محدش يستجري يشوفها. ولا انت حتى بتشوفها؟ انا بشوفها بعقلي وقلبي. عندك حق. اللي عندهم عيون عملوا بيها ايه؟ عايشين عمي عمي. سليم سليم، انت فين يا سليم؟ سلامة نظرك. سليم مش هنا، ده سافر استراليا. راح يدور على حسن. لا لا لا، ده بيهرب من حسن. لا، مش قادر يفتح عينه في عين حسن. مين بيمدح علي؟ اهلا ابو علي. انست. الله يا انسك. انت السبب في عذاب البشريه. انا؟ انت اديك اللي كل الفراخ بتكاكي عليه. معلش يا حمد، حقك عليا، كلنا في الهوا سوا. أنا ما أقصدكش أنت بالذات. أنا بطرح قضية عامة. خلي يا سيدي الكلام علي أنا. إيه الفايدة؟ إنك أتجوز بنية خالصة، وأشتغل وأشقى، وأقول أنا عايش لابني، وفجأة كل ده يبقى سراب. حياتي تسوى ايه لما يسحبوا روحي مني بضوافرهم؟ الشجرة الصغيرة اللي نبتت من ضلوعي، اللي عشت ارويها بدمي وحبي وعرقي، الشجرة اللي كنت بحلم في يوم من الايام اشوفها كبيرة في طولي وعرضي، يجي شخص وفي ايده سكينة حامية ويقطعها، يقطع شريان مني
الشريان اللي بيغذيني ويحييني. ده بموت. ده بموت وجسمي بينزف. رحمة الله عليه مات مبسوط احلاها موتة. اوعدني يا ربي بحق دعاء الوالدين اتسطل بالسطلة وغمض عيني ما فتحهاش. ودي يا برو شيل النصفة وروق كويس ما تسيبش اي اثر. حامد حط ايدك في جيبه وطلع عنوانه وبلغ اهله.
كده ليه؟ محمد حامد ودي يا برنا 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 حامد برنا حامد ودي يا برنا برنا. بتصرخ على مين؟ ما جيريو. جيريو طبعا، جيريو واحد ورا الثاني. المصاطير، الكاميرا، الأنانب. وده ايه الملقح على الأرض ده؟ وإحنا بالمحفوظ يا ماتا، وكبست على نفسه، ودي جسد اللي يمشي مع العيال. هدى، أنت رحت فين؟ جريت أنت الأخرى. أنا أهو. واقفة ولا قاعدة؟ قاعدة. طب هتعمل ايه؟ دبريني. اطلع انت استريح وسيبهولي. هتعمل ايه؟ هدلك له قلب. ينفع؟ حجر. طب اوام بسرعة. روح قلب. بتقولي ايه؟ بقراله. طب اقريله كويس يا هدى. فوق يا حبيبي. سكتي ليه يا هدى؟ ها؟ مالك؟ سلطان، ده رد فيه النفس يا سلطان، رد فيه النفس. شايفة؟ ايدك ابوسها، كلك بركة. الظاهر كان متقل العيار شوية. طب يلا بينا بقى، الليلة كده تروح بالليلة هصر. الليلة؟ مش ممكن. حلاوة ما ردت فيه الروح. طب أنا حابة أنزل أشقر عليه. لا، انا ما عنديش حريم يكشفوا على رجاله. الحمد لله على السلامة يا حبيبي، خضتني عليك. هدى! 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 هو مات تاني ولا ايه؟ فقد الذاكرة، ما قدرش يواجه المشكلة فتغلب عليها بالنسيان. قصدك خلافه مع ايناس؟ ده جزء من المشكلة. والجزء التاني؟ ابنه هشام. هشام تتحبه حاجة حلوة في كريم كراميل؟ تحت امرك. ايناس هانم قالت لك هو سابها ليه؟ مهما كان الخلاف كان لازم يشوف ابنه وافتكر له الحق. اسمع، انا بعترف ان بنتي جبارة ومتسلطة، لكن ايه يا اسماعيل بيه؟ انت ما تعرفيش هو ساب البيت ليه؟ لانه شك في ابوته لهشام. مش يمكن هي اللي دخلت الشك في قلبه؟ هي
طب ليه؟ مجرد تحدي. في ستات لما تتزنق تعمل اكتر من كده. على حساب نفسها؟ حضرتك بتقول انها جبارة ومتسلطة. طب وابنها ذنبه ايه؟ الثعلب لما بيتمسك في مصيدة بيقطع حتة من جسمه عشان يهرب. الكلام ده بيننا وبين بعض. وما تقولش لحد ان احنا شفنا جلال، حتى هشام. لحد ما اتصل بيه. متر، الحساب من فضلك. محفظتك؟ أنا سايبها مخصوص. إن شاء الله الأكل يكون عجبكم يا فندم. ممتاز. نحن نبقى نيجي ناكل هنا كل يوم. أهلا وسهلا يا فندم، تشرفنا. الو، عاوز اكلم المتر صادق لو سمحت. صادق، انا الدكتوره ليلى. لقيتها؟ ميرسي. اسمع يا صادق، انا بتكلم دلوقتي من محل الا انجي. ايوه، اللي وراكم على طول. تقدر تجيب لي المحفظه لو سمحت؟ ميرسي قوي. انت كنت بتجري؟ شويه. اوعى اكون عطلتك عن الشغل. لا ابدا، انا خلصت شغلي وكنت مروح على طول. طب دقيقه واحده. عني. لا ابدا، دول مش تقال. لا معلش، بس ما يصحش. يلا اركب يا صادق. متشكرة يا فندم، انا متعود اروح ماشي. ودي معقولة؟ لازم اوصلك. البنسيون قريب مش بعيد. ارجوك ما تزعلنيش، تعال. مش معقولة يا فندم. يلا يا صادق وبطل حكاية افندم دي، قول لي يا دكتورة ليلى او ليلى بس. يلا. البنسيون بتاعك فين بالظبط؟ كفايه كده ارجوك. طب اسمع، انا عندي وقت، ما تيجي نروح نقعد في كازينو شويه. بس ايه ده، انت اللي هتعزمني؟ انا خلاص فلوسي خلصت. تحت امرك. بيبقى عندك شغل بالليل؟ على العشاء. عندك ايام اجازات؟ يوم الثلاثاء. طبعا بتتفسح وتغير. ابدا. ولا بتروحش اي حته؟ ولا بتزور قرايب ولا معارف؟ صاد، انا ماليش حد. معقول في انسان ملوش حد؟ مالك يا صاد؟ الظاهر اخدت عليك خالص، عمال اسالك اسئله شخصيه. سامحني، اصلي لتاته ودمي تقيل. ابدا بالعكس. انت ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ باين عليك كنت متجوز. الناس قالوا لي كده. ناس؟ وانت مش فاكر اذا كنت اتجوزت ولا لا؟ بس يا عم، 100% عندك فقدان ذاكره. فعلا. يا بختك، ده انت ربنا راضي عليك. الحياه كلها عذاب. يا ريت الانسان كل ما تحصل له حاجه تزعله يفقد الذاكره ويبتدي حياته من جديد. ده النسيان يا صادق رحمه. انا موافق على الطريقه اللي انت ماشيه عليها، واذا قابلتيه بحد من اللي كانوا في حياته لازم يعاملوا زيك، ومحدش ابدا يقول له على شخصيته الحقيقيه، والا هيهرب منكم. طب يا ترى يا دكتور في امل انه يخف؟ عاوز افهمك حاجه، شفاؤه
سلاح ذو حدين. إذا رجعت له الذاكرة أحد الاحتمالين، يا إما ينتقم، وإذا ما قدرش في الحالة دي هيدمر نفسه. ينتحر يعني؟ أيوه. أما إذا مشكلته اتحلت تماما ممكن يرجع إنسان عادي زي ما كان. بس إزاي مشكلته تتحل؟ هو نفسه ما قدرش يحل. وبعدين يا طنط إحنا كنا فين؟ مش الحمد لله إنه موجود. طيب إمتى هشوفه يا بنتي؟ أنا وعدتك خلاص. طيب أسمع صوته عمني معروف. حاضر، بس زي ما وعدتيني. حاضر يا بنتي، حاضر. ألو، أقدر أكلم المتر صادق من فضلك؟ ألو؟ ألو؟ مين بيتكلم؟ ألو؟ أيوه يا صادق، أنا ليلى. مش عارفة الخط جراله إيه؟ أنا متأسفة يا صادق، مش هقدر أجي النهاردة. معلش، سامحني. بكرة إن شاء الله. من فضلك عايزه فنجان قهوه. هقوم اعمل لك قهوه يا بنتي. ميرسي يا قهوه. الو، اسمعين بي، انا ليلى. ثانيه واحده. هشام ايه بالظبط؟ ايوه ايوه. بس تفتكر الولد هيقدر ينفذ كل اللي بتقولي عليه ده؟ لازم. خلاص لا تطمني، ليك عليا احفظه الدرس كويس اوي. فهمت يا هشام كويس؟ ايوه يا كوكو. انا بقى هخليك تشوف بابي، بس هتعمل نفسك ما تعرفوش خالص. ايه؟ انا عارف يا حبيبي ان دي مساله صعبه عليك، بس انت ولد شجاع وجامد مش كده؟ ثانيا، الفه لما يكون عليها فتحه تبقى ايه؟ ها؟ تبقى ايه؟ فا فا ايه؟ تبقى ايه؟ فا. فا. ولما يكون عليها سكون تبقى ايه؟ اوف. اوف. فهمت يا حبيبي؟ دلوقتي يا سيدي بقينا في مكان هادي، الجو لطيف والميه بتجري والعصافير بتزقزق فوق الشجر. كنت عاوز تقول لي ايه؟ مش معقول. ايه هو اللي مش معقول؟ انتي دكتوره وانا جرسون. النكته دي صادق. انت تعرفيني من الاول بمناسبه ايه السؤال ده؟ وبتحاولي ترجعيني للماضي. لا، وايه كمان؟ الدكاتره قالوا لي ان فقدت الذاكره عشان انسى فتره عذاب ما قدرتش اتحملها، وكان ممكن اتجنن او انتحر او ارتكب جريمه قتل. ارجوك ارحميني، أنا عايش لوحدي ومليش علاقة بأي حد، ومش عايز يبقى لي علاقة بحد. حتى أنا، رد علي. أنا أول ما شفتك ارتحت لك، لكن خايف. خايف من إيه؟ الماضي ما تجيبش سيرته خالص. والحاضر ماله؟ انا جرسون.
اشمعنى يعني ما قلتوش حاجه لما ملك انجلترا تنازل عن عرشه وتجوز واحده من الشعب؟ تفضلش تقول لي جرسون جرسون. افرض اني حبيتك من اول نظره، ذنبي يعني؟ الحب بيخلي القلب يدق والعقل ما بيناقش التفاصيل، وانا مش هبل عشان ارجعك للماضي. مش يمكن سيادتك كنت وزير ولا مليونير ساعتها حجري وراك مش هتعبرني؟ انت اجازتك بكره، انا عزمك على الغدا عند عمتي، عندك مانع؟ بس الاول هنفوت على هشام في المدرسه ناخده معانا. ايه هشام مين؟ عمتي تبقى سته، واسماعيل بيه اللي شفته معايا في المطعم يبقى جده. يا هشام امال ليه قلت لنا انه مات؟ اسمع يا هشام، بابا ما ماتش. اصل ماما كانت قالت لي كده وكنت قلت لاصحابي. لا يا حبيبي، هو مسافر وهيرجع تاني. طنط ليلى قالت لي كده. قلبت عليك المدرسه؟ عرفته ازاي؟ ابدا، ولد زميله ندى عليه، عرفته من اسمه. انكل صادق يا هشام. طب يلا بينا عشان نتغدى. عارف هنروح عند مين؟ عند تيتا. والله لا لا لا، مش كده امال. بقى هشام الصغير فهمناه الدرس وحفظه، تقوم انت. ما هو مش معقول اشوف ابني قدامي واعمل معرفوش. أمبو، امسكي عصاك قومي انت افتحي الباب وانا هدخل جوه دلوقتي. كلمتني كتير عنك. هي فين امها؟ بتركن من العربيه وجايه حالا. ده جدي هشام. عارفه يا تيتا، انت صادق بيقول ان بابا ما ماتش؟ لا يا حبيبي، ما ماتش ما ماتش. ما تصدقش حد يا هشام، مش كده يا حبيبي؟ ايوه، عشان خاطر يعني ما تعيطيش. حاضر يا حاضر يا حبيبي. يا جماعه يا جماعه، انا عصافير بطني بتصوصو. اهلا يا صادق. احنا هنتغدى ولا دي شاعر؟ حالا. سعيده يا طنط. اهلا خفت عليكم. معلش. هي يا طنط، شفتي صادق؟
مش بذمتك دخل قلبك. وانت يا صاد ايه رايك في طنط؟ حاول ايه؟ يا ريت كان لي ام زيها. ما هي امنا كلنا. ربنا يخليها. عن اذنكم. وبعدين احنا اتفقنا على ايه؟ ولا حاجه. زعلان؟ لا يا حبيبي. انت حافظ غنوة اضحك؟ لا. طب قول كده ورايا. اضحك 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 اضحك. ليه تتضايق وتزعل وتتكسر؟ اضحك دايما وافرح والعب. ليه تتضايق وتزعل وتهدف؟ اضحك دايما وافرح والعب. اضحك 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 اضحك. نضحك طبعا نضحك. يلا نضحك. انت ما بتذاكرش ليه؟ ذاكرت يا ماما. طب قوم اقفل الاسطوانه دي وذاكر. انت لازم تطلع الاول فاهم؟ بتوقف عليها تركز. ازعل اتضايق؟ لا خير يا ست هاني. اهلا عم صالح. سي هشام مشي. مين فات عليه؟ البيه الدكتور. دكتور مين؟ ابوه الدكتور جلال. انت متاكد؟ الا متاكد، وانا مش هعرف البيه الدكتور كمان. مبسوط اكتر انه ابتدى يهتم بالولد ويحبه، يعني باختصار بيعترف بابوته. يا ست ايناس هانم يا عظيمه. مستحيل هخليه ياخد الولد مني. ابوه جايبه من صلبه. هو قال لك كده؟ انت اللي قلتي ولا انت خاينه؟ انا اقسم بالله انك مش عارف غلطتك، ويا ريتها غلطه، دي جريمه، ومن جبرك مش عايزه تعترفي. طول عمرك ما تريش للذنب. نفسي مرة أشوف في عينيكي دمعة ندم واحدة. يا جبارة يا متسلطة. هو ساكن فين؟ هو مين؟ الدكتور. عايز ده ليه؟ وهتشوف لما يشوفني هيجرى له إيه؟ النبي والله العظيم ما هيعبرك. أنا؟ طبعًا، هو دريان بيكي، ده زكي خالص. وهيتجوز ليلى، مش كده؟
لو شفتك بتكلمه تاني هقتلك. فاهم يعني ايه؟ هقتلك. محدش له دعوه بيا. بدل ما تدوري عليه انا هقول لك هو فين. هو بيتغدى كل يوم في مطعم علاء الدين ويتعشى كمان. هو ده المكان اللي تمني فيه. فندم ده هات اي حاجه. ايه اللي يعجب حضرتك؟ مش مهم اي حاجه. هات في ليه؟ تحب سيادتك جنبه ايه؟ هات اي حاجه جنبه. مفيش فايدة يا عاصم. كلم يا اسماعيل يمكن اقدر اساعدك. مفيش فايدة. على العموم انا كتبت له على حبوب مهدئة لانه لازم يقضي معظم وقته نايم. وفي الاوقات اللي يصحى فيها مفيش داعي لحد يزعجه او يسيره. شكرا يا عاصم. وعلى العموم اذا احتجتني فانا تحت امرك في اي وقت. شكرا. هشام جلال؟ ايوه. ده عيان وبقاله يومين ما بيجيش. اسماعيل بيه، ممكن تتصل بالدكتور؟ تعالي هنا عفيف. ارجوك يا بابا. انت عايز تقرا عليه؟ لازم اشوفه. لا تشوفيه ولا تكلميه.
ما اقدرش استحمل، ما اقدرش. مش هو نام دلوقتي. طب خش انت. تعالي هنا، انت رايحه فين؟ هروح لجلال، هترجع، هبوس ايده، يجي بس يشوفه، هعترف له بكل حاجه، هفهمه اني كدبت، غلط، كنت مجرمه. مش هيفهم منك حاجه، مش هيفتكر كلمه من اللي هتقوليه. هشام، هشام ملوش حس، ابني مات. اسكتي. الدكتور. اسماعيل بيه موجود؟ ايوه موجود. اتفضل. اهلا يا صاحبي. اهلا. اتفضل. انا اسماعيل. انا ايناس، مش فاكرني. مش حضرتك جيتي عندنا في الروسترا؟ تعال يا صادق اقعد. لا مؤاخذه اسماعيل بيه، جاي من غير ميعاد، اصل سمعت ان هشام عيان. بكره يخف ويبقى كويس. اقدر اشوفه؟ لا هو نايم دلوقتي. هشام استني هنا. تزعل وتغضب، اضحك دايما وافرح والعب. اضحك 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 اضحك. وصالك. للأسف إنك مش قادر تفهم. هشام مش ابني؟ تقدر تثبت الكلام ده؟ كل اللي هعمله إني هعلن اسم أبوه الحقيقي. اسكتي. مع تفاصيل الخيانة إذا حبيت. أنت متأكد إن هشام ابنك؟ متأكد طبعًا. بتهيألك.
ايش عرفك اني كنت مخلصة لك؟ هشام مش ابني؟ تقدر تثبت الكلام ده؟ كل اللي هعمله اني هعلن اسم ابو الحقيقي. هعلن اسم ابو الحقيقي. اترك كوتي. افتكر كوتي. افتكر كوتي. افتكر ابني. بابي هشام. بابي هشام. ابني بابي. ابني